أسعد الله أوقاتكم. هذا صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والدولية، ولكن بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة العرب الجديد ومقال الكاتب إياد الدليمي تحت عنوان 19 عاما على ضياع العراق. ذكرى احتلال العراق ما زالت قادرة على أن تحرك كل الذكريات وتشعل لهيبة جمرة ما فتئت تتقد كلما مر بها مشهد من مشاهد دبابة الغزو وهي تدوس أرض بغداد، معلنة بداية عهد جديد ليس في العراق فحسب وإنما في المنطقة وربما في العالم برمته. وقد داست أمريكا ما تبقى لها من قيم ديمقراطية كانت تنادي بها، حيث حمل صقور بيتها الأبيض الأكاذيب لتحط غازية ضد بلد ادعت أن نظامه يملك أسلحة دمار شامل وأنها قادمة لتغييره واستبداله بآخر ديمقراطي سيكون منارة لدول المنطقة، غير أن ما جرى بعد ذلك لم يكن أكثر من فوضى خلاقة أو غير خلاقة، سمها ما شئت، عبثت بأرض العراق وامتدت لترمي بشررها إلى الشرق الأوسط. تأتي الذكرى 19 لاحتلال العراق وهو يعاني من واحدة من أسوأ أزماته السياسية، تلك التي خلفها المحتل وأدواته عبر عملية سياسية لا يمكن وصفها إلا بأنها كانت وصفة للتشرذم والاقتتال والفوضى، عملية سياسية فصلت على مقاسي قوى وأحزاب جمعتها ذات يوم واشنطن من مناف متفرقة وأوجدت لها كيانا ما كان له أن يكون لولا دعمه له، ونصبتهم على مقاليد حكم بلد يستحق شعبه واقعا أفضل، أفضل مما كان عليه قبل الغزو، وبالتأكيد أفضل مما صار إليه. تعاني العملية السياسية صنيعة الاحتلال من انسداد سياسي لم يسبق له مثيل، فقد تشرذم الإخوة الأعداء وتفرقت أهواؤهم وتقاتلوا على مغانم بلد يطفو على ثروات هائلة. وإذا كان صراع أدوات المحتل بداية مذهبيا وعرقيا، فإنه تحول بعد 19 عاما من الغزو والتدمير إلى صراع الضد النوعي، ذلك الذي يشي بأن القادم قد يكون أكثر قتامة، وأن سنين العراقيين في رمضاء الحرب والحصار والاقتتال الطائفي لم تكن كافية لترتوي أرض الفراتين بدم أبنائها، فها هي خلافات أبناء المذهب تنذر بعاصفة اقتتال جديد، عاصفة إن قيد لها أن تهب هذه المرة فإنها لن تبقي حجرا على حجر لتأكل ما بقي من أخضر أرض السواد. 19 عاما من الاحتلال الأمريكي خلف وراءه قوى وأحزابا وميليشيات ودولة ليس لها من اسمها شيء وجيشا فاقدا للهيبة وفسادا حول أنهار النفط الجاري تحت أقدام العراقيين إلى مليارات تتجول في مصارف العالم. ونبقى مع ذكرى احتلال العراق ونقرأ مقالا للكاتبة هيفاء زنقنة حيث تقول: هناك بالتأكيد استراتيجية أمريكية تجاه العراق وهي التي صاغها المحافظون الجدد في مشروع القرن الأمريكي الجديد، ونفذها مسؤولو الإدارة الأمريكية برئاسة بوش، وواصل العمل بها من تلاه من رؤساء. إنها استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، كان العراق نقطة البداية فيها وصاحب المصلحة الأولى فيها بعد أمريكا هو كيان الاحتلال الصهيوني، فحركة توقيع الاتفاقيات والتطبيع مع المحتل الصهيوني وتسارع الهيمنة الإمبريالية وفرض السياسات الاقتصادية الاستغلالية هو وجه من أوجه تلك الاستراتيجية، خاصة بعد تفكيك الدولة العراقية. ويبقى السؤال الأهم بعد مرور 19 عاما من الغزو والاحتلال عما تم تحقيقه عراقيا وعربيا وغربيا، معلقا بارتفاعات وثقل غير متساو على رؤوس الشعوب في مختلف المجالات، تم خلالها نشر آلاف الكتب والدراسات
وإنتاج مئات الأفلام والمسرحيات وإقامة المعارض، معظمها يحلل ويبرر ويتغنى في حالة الأفلام الأمريكية ببطولة وتضحيات القوات الأمريكية في محاولتها نشر الديمقراطية وإنقاذ العالم من خطر عراقي إرهابي محتم. وفي مجال الغناء وتأليف الموسيقى، تراوح الإنتاج ما بين أغنية الجندي الأمريكي الذي يتباهى بقتله مواطنين عراقيين فرض مسار التدهور الداخلي العام بكل المستويات من السياسي إلى الاقتصادي وكل ما له علاقة بتوفير أساسيات الحياة بكرامة، ومع نمو جيل جديد من الشباب، ربع سكان العراق لم يكونوا مولودين في عام الغزو، تغيرا محسوسا في الموقف من النظام السابق والحالي والأحزاب القديمة المتآكلة والجديدة المولودة حسب الطلب. تبدأ التغيير بأوضح صوره في انتفاضة تشرين الأول أكتوبر 2019 التي طالبت بوطن خال من الوكلاء المعتمدين خارجيا الذين لا يمثلون أبناء الشعب، وإن أجادوا رطانة الادعاء بذلك بلغة تجمع ما بين التستر بالدين وممارسات الفساد المادي والأخلاقي. وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة الميثاق الوطني العراقي مقالا للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي تحت عنوان عندما تسقط الأوطان نحو منحدرات الخذلان، وجاء فيه مضت الأيام والشهور والسنون وتعاقبت نافورات الدم وفورات العنف في العراق، وزاد الدمار والخراب واتسعت المأساة، حيث فقد مئات الآلاف من الأبرياء حياتهم وأجبر أمثالهم على ترك مدنهم وقراهم ومنازلهم بحثا عن خيمة آمنة تؤويهم وأسرهم. وصل السيل الزبا ليكتشف العراقيون بعدها أن بلدهم مختطف من عصابات وعملاء وفاسدين فرطوا بمصالح الوطن والشعب. ولم يزرع الأمريكان في العراق إلا الأشواك والعواصف، ولم يحاولوا حتى التظاهر بأنهم يمهدون الأرض ليغرسوا بذور ديمقراطيتهم، ولم يفعلوا ذلك، بل حرثوا الأرض بالملح كما فعل الرومان مع قرطاج. وصفحات لا يمكن للعالم أجمع أن ينساها، والعراقيون سنة بعد سنة يستذكرونها وقلوبهم تتمزق جراء سخطهم من حكوماتهم. لم يهدأ العراق منذ ذلك الحين، فقد تصدع بنيانه واستنزف إلى أقصى الحدود حتى كاد أن يتحول إلى شبح دولة، بل وإلى شبح أكثر من دولة. وما يزال العراقيون يحاولون وإن كان بصعوبة تغيير مسار التاريخ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولولا ذلك لكان الحاضر ربما أشد خطرا مما مضى. وفي ظل هذه المعارك وعدم الاستقرار، تزايدت أزمات الكهرباء والبطالة، وتوسع فساد الحكومات المتعاقبة وديون لا حصر لها، كما كان لتمدد النفوذ الإيراني في بغداد بالغ الأثر على الوضع السياسي، سواء من خلال دعم شخصيات سياسية محسوبة عليها أو من خلال دعم قوات منفصلة عن الدولة ما سميت بالحشد، كانت أغلب فصائله إيرانية المنشأ. ومنذ ذلك اليوم يعيش العراق في دوامة العنف والدمار والقتل اليومي على أيدي عصابات السلاح والمخدرات والميليشيات وتجار البشر. وشهدت السنوات التالية على الغزو انقسام العراق طائفيا، فحصلت الطائفة الشيعية على معظم الوزارات السيادية إلى جانب رئاسة الحكومة، فيما استأثر الأكراد بالحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق إلى جانب تزايد وتيرة العمليات الإرهابية عبر السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال التي تطول الجميع دون استثناء، فضلا عن تعثر الخدمات الأساسية. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ميليشيات عراقية موالية لإيران تقوم بتهريب الأسلحة إلى إيران لدعم القوات الروسية في أوكرانيا. ونوهت الصحيفة في تقريرها إلى أن الجيش الروسي بات يعتمد في حربه ضد أوكرانيا على السلاح المهرب
عبر العراق إلى إيران. نقل الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن معدات عسكرية وراجمات الصواريخ المصممة على شاكلة الراجمات البرازيلية هربت إلى روسيا من العراق، ونوه المصدر ذاته إلى أن إيران زودت الجيش الروسي بنظام بافار 373 الإيراني المضاد للصواريخ، وهو شبيه بنظام أس 300 الروسي. ولفت الصحيفة الجارديان إلى أن استخدام روسيا للأسلحة المهربة من إيران يمثل تحولاً مثيراً في استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشددت على أن فلاديمير بوتين أجبر بعد العقوبات التي فرضت عليه بسبب غزوه أوكرانيا على الاعتماد على إيران، منوهة إلى أن هذه التطورات لها أيضاً تداعيات كبيرة على اتجاه وحجم التجارة الدولية في تهريب الأسلحة. وأضافت: هناك ثلاث سفن شحن قادرة على حمل شحنات أسلحة كهذه، اثنتان تحملان العلم الروسي وواحدة تحمل العلم الإيراني، أبحرت من ميناء أنزلي في بحر قزوين إلى استراخان الروسية. من جانبه أوضح قائد في الحشد الشعبي فضل عدم ذكر اسمه أنهم نقلوا أسلحة وصواريخ خاصة بهم في 26 من آذار مارس الماضي عبر الحدود البرية من العراق إلى إيران ثم بحراً إلى روسيا. توقع الكاتب جيفري كلايف في مقال بمجلة نيو ستيتمان البريطانية أن يعزز صعود اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية من وضعية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن روسيا تخسر في ساحة المعارك لكن الأحداث السياسية في أماكن أخرى تصب في مصلحة أو في صالح بوتين. الدرس الذي تعلمه بوتين من الحرب التي مضى عليها 6 أسابيع: لا تلعب مع أوكرانيا. فبحسب إحصاءات الناتو خسرت القوات الروسية حوالي 15,000 جندي منهم 7 جنرالات. وتوقع بوتين السيطرة على العاصمة الأوكرانية في وقت سريع، إلا أن الأدلة الأخيرة عن سحب قواته من حول العاصمة كييف وتركيزها في الشرق تشير أكثر إلى فشل قواته في السيطرة على مدن كبرى في أوكرانيا. وهناك أدلة عن غياب الانضباط بين جنوده وهبوط معنوياتهم ومشاكل في الدعم اللوجستي. وكما كتب لورنس فريدمان، فشلت قواته مرة أخرى في الشرق، فإنه قد يقرر سحب قواته بالكامل بحلول 9 أيار مايو. ومن جانب آخر، منحت الحرب أوروبا عزيمة جديدة ووحدة، وعزز الناتو من وجوده في المناطق الشرقية، وتقترب فنلندا والسويد من الانضمام للحلف. وتلاشت الفكرة الآن عن بوتين كعقل استراتيجي مدبر، ومن المغري النظر إلى الصورة الدولية التي باتت واضحة عن فشله وخزيه، لكن محاولة التفكير بهذا قد تكون في إطار التمنيات، فلو نظرت إلى أماكن أخرى لرأيت أن الأحداث تجري في صالحه. يقول الكاتب ساري عرابي في مقاله بموقع عربي 21: يبدو ما يجري في الضفة الغربية لغير الناظر في عمق الأحداث ومسارها وكأنه تحول مثير ينطوي على قدر ظاهر من التصعيد الدرامي، لكنه في جوهره تمدد في سلسلة انبنت على حلقاتها الممتدة في واقع الضفة الغربية، وكانت بعض تلك الحلقات محورية للغاية في خلق التحولات الاجتماعية الباعث على تمدد السلسلة الكفاحية ضد الاحتلال في فلسطين. لا يمكن القول إن الفعل النوعي المؤثر طرأ فجأة الآن، فقد شهد ساحة الضفة الغربية عدداً من الأعمال النوعية من بعد العام 2014، سواء بدافع ذاتي خالص أم بدافع مشوب بالانتماء التنظيمي. لكن يمكن وسم ما يجري بسمتين أساسيتين: أولاً كثافة العمل النوعي في وقت قياسي، فقد سقط في آذار مارس 11 قتيلاً إسرائيلياً
وأصيب 27 آخرون في 10 عمليات متتابعة، واحدة منهما عملية طعن ودعس مزدوجة، واثنتان منها نفذهما فلسطينيون من الداخل المحتل عام 1948، وأربع منها وقعت في القدس، واثنتان في بلدة حزمة في ضواحي القدس أهلها يحملون بطاقات الضفة الغربية، وواحدة في بلدة السيلة الحارثية بجنين، وأبرزها وقعت في قلب تل أبيب وانطلقت من بلدة يعبد بالضفة الغربية، وذلك من بين 190 عملا لا تشمل رشق الحجارة سجلها جهاز الشباك الإسرائيلي، في حين شهد نيسان أبريل الجاري تنفيذ عملية في قلب تل أبيب وانطلق منفذها من مخيم جنين وأودت بثلاثة إسرائيليين وأصابت 12 آخرين. بالمقارنة تتضح الكثافة، فالعام المركزي في الدفع نحو الوصول إلى هذه الذروة أي العام 2021 قتل فيه إسرائيليان فقط من بين أكثر من 6000 عمل مقاوم تشمل الرشق بالحجارة، وذلك بحسب إحصائية للجيش الإسرائيلي. نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً حول طائرة من نوع بوينغ 757 انشطرت إلى نصفين بعدما انزلقت على مدرج الطائرات في مطار خوان سانتا ماريا الدولي في كوستاريكا. وتحدث الطاقم عن مشاكل في المنظومة الهيدروليكية في الطائرة بعدما أقلعت، واضطر الطاقم إلى القيام بهبوط اضطراري بحسب بيان أصدرته الشركة يوم الجمعة الماضي. وقالت الشركة إن الطيارين لم يصابا بجروح خطيرة، وفتحت الشركة تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة. والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.